ومن القواعد أيضا: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ وهذه القاعدة تتكلم عن وجود الله عز وجل، يعني أنه لا شك في وجود الله عز وجل، ولا في ربوبيته، ولا في ألوهيته واستحقاقه للعبادة أبدا. وقد دل على وجود الله عز وجل الأدلة النقلية والعقلية والفطرية والحسية، وقد بينا ذلك في مواضع متعددة ولله الحمد والمنة. أما الدليل الحسي فهو من وجهين: في إجابة الدعوات وفي معجزات الأنبياء، فإن العبد يدعو ربه فيما بينه وبينه لا يسمعه ثمة مخلوق، ثم يرى ما دعاه ماثلا بين عينيه. من الذي سمعك ومن الذي أعطاك؟ إنما هو الله. فاستجابة دعوات الداعين دليل على وجود الله عز وجل، وكذلك معجزات الأنبياء فإنها خوارق عظيمة جدا، لا يستطيع البشر عن بكرة أبيهم أن يفعلوا شيئا منها. فمن الذي يستطيع أن يخرج ناقة من جبل كما خرجت ناقة صالح منه؟ ومن الذي يستطيع أن ينتق الجبل من جذوره من الأرض ويجعله كالظلة فوق الناس؟ إلا الله. ومن الذي يقلب العصا قلبا حقيقيا إلى حية ثم يعيدها إلى عصا؟ إلا الله. ومن الذي أقدر عيسى عليه الصلاة والسلام على أن يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويدعو الميت من قبره فيخرج ينفض الغبار عن رأسه؟ إلا الله تبارك وتعالى. فمعجزات الأنبياء دليل على وجود الله، لأن المخلوق مهما عظمت قدرته فلا يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا إجابة الدعوات ومعجزات الأنبياء من أعظم الأدلة الدالة على وجود هذا الرب العظيم. وأنا بدأت بدليل الحس لوضوحه. وأما دليل العقل فإن المتقرر عند العقلاء جميعا، وأما المجانين فلا كلام لنا معهم، أن كل حادث فلا بد له من محدث، وكل مفعول لا بد أن يكون له فاعل. وهذه السماوات والأرض بأفلاكها ونجومها ومجراتها الهائلة وسمائها وأرضها وجبالها وبحارها وأنهارها وأشجارها والثقلين فيها، لا يمكن أبدا أن تكون موجودة بنفسها، ولا يمكن أن تكون موجودة صدفة، بل لا بد أن يكون ثمة خالق خلقها، وهذا الخالق لا يصلح إلا أن يكون الله تبارك وتعالى. لأن هذه الأشياء العظيمة الكبيرة لا يستطيع هؤلاء الصغار أن يوجدوها، ولا هؤلاء الحجارة من الأصنام أن يخلقوها، لا بد أن يكون وراء هذا العالم الكبير الهائل خالق أكبر منه وأعظم منه وأقدر منه، وهو الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله ذلك في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك يقول العلماء: لو أن قصرا منيفا طاف الناس به من حسن جماله، قيل للناس إن القصر بالأمس لم يكن موجودا واليوم وجد لما صدق الناس ذلك. وهي قضية قصر صغير، بناء صغير، فكيف تصدق العقول أن هذه السماوات قد وجدت بلا خالق خلقها، ولا مدبر يدبرها، ولا مبدع أبدعها، ولا إله يسيرها؟ هذا أبدا لا تقبله العقول. ولكن سبحان من أعمى بعض العقول عن الحق، وطمس بعض الفطر عن رؤية نور الشمس. وأما الدليل الفطري فقد فطر الله عز وجل كل إنسان على الإقرار بوجوده، وجعل الإقرار بوجوده من جملة العلوم الابتدائية الفطرية التي لا يناقش فيها أحد أبدا. بل لو أننا تركنا الوليد الصغير ينشأ بلا تأثير بيئي جانبي، فلم يهوده أبواه، ولم ينصره أبواه، ولم يمجسه أبواه، فجميع المؤثرات البيئية الخارجية منقطعة، لنشأ الطفل وهو مقر بوجود الله عز وجل من غير مدرسة دخلها، ولا كتاب قرأه، ولا شيخ جلس بين يديه، لأن هذا علم فطري لا يستطيع أحد أن ينكره من قلبه أبدا.
وأما الدليل النقلي فإن أدنى نظرة في القرآن والسنة ومعرفة التشريع وما يترتب عليه من الحكم والمصالح الآنية والآجلة والدنيوية والأخروية ليتبين له تبينا عظيما قاطعا بأن وراء هذا التشريع رب عظيم، لا يمكن المخلوق مهما عظم ذكاؤه أن يقرر هذا التشريع، فإن المخلوق الذكي بل أذكى المخلوقات لابد أن يكون في ذكائه بعض الخروق وبعض النواقص، لأنه بشر ناقص، والذي يصدر عن الناقص لابد أن يكون ناقصا، لكن هذا التشريع أتحدى أذكى الأذكياء أن يجد فيه ثغرة أو يجد فيه عيبا أو نقصا. فهذا التشريع وهذه الحكم وهذه العلل المذكورة في الكتاب والسنة لا يمكن أبدا إلا من رب حكيم. فإذا صدق الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.